وبالتالي خلينا بقى نرجع برضو للمباراة مرة أخرى، مباراة الأهلي والمقصة، ونروح نشوف كريم أحمد مراسلنا هيقول لنا إيه عن هذه المباراة. اتفضل يا كريم. يا كابتن اسلام الشاطر، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي ومتابعي ملعب الاهلي وايضا قناه النادي الاهلي في كل مكان. جوله جديده وبطوله جديده من بطوله افريقيا لبطوله الدوري العام، احد المباريات المؤجله من الاسبوع ال11، مصر المقصه والنادي الاهلي المصري على استاد برج العرب في تمام الساعه 5 مساء. مباراه غايه في الاهميه، مباراه تكون قويه لفريق النادي الاهلي وايضا كمان لفريق مصر المقصه. لو بنتكلم على مصر المقصه، كابتن طلعت يوسف المدير الفني اللي اكيد بيتميز بالتكتيك داخل الملعب، تكون مباراة مغلقة تكتيكية محتاجة مجهود كبير جدا من لعيبة النادي الأهلي وأيضا الجهاز الفني بقيادة مستر مارتن لاسارتي، اللي بالفعل يمكن عقب العودة من الجزائر مباشرة اشتغل بشكل كبير الجهاز الفني على تصحيح الأخطاء، التمركزات لخط الدفاع، أيضا كمان وجبات هجومية النهاردة بالتأكيد هيكون ليها دور مع فريق النادي الأهلي، سواء بناء الهجمة من الخلف، اللعب على الأطراف، الضغط في التلت الهجومي الأمامي. عندنا طبعا أزمة عدم وجود فرود صريح، دي يمكن بتسبب بعض الأمور الفنية للجهاز الفني، لكن خلاص يمكن النادي الاهلي بقوام 21 لاعب في قائمه هذه المباراه. لو بنذكرهم سريعا معاك كابتن اسلام: شريف اكرامي في حراسه المرمى، الشناوي، علي لطفي، محمد هاني، صالح جمعه، جونيور اجاي، ناصر ماهر، الشحات، حمودي، ميدو جابر، محمد شريف، حمدي فتحي، ورمضان صبحي، وعمرو السليه، كريم ندبد، واسلام محارب، علي معلول، ياسر ابراهيم، محمود وحيد، سعد سمير، واحمد علاء. بيدخل يمكن اثنين من العناصر ان شاء الله اللي بنتمنى يكونوا مميزين في هذه المباراه، وايضا كمان باذن الله يكون ليهم دور سواء في هذه المباراه او ايضا خلال المباريات القادمه. لو بتكلم على سعد سمير وصالح جمعه بالتحديد، يمكن صالح جمعه هي اولى المباريات اللي بيدخل فيها قائمه فريق النادي الاهلي بعد عودته من رحله الاحتراف، وايضا كمان سعد سمير اللي ان شاء الله باذن الله يكون جاهز خلال المرحله القادمه. عندنا غيابات كثيره كابتن اسلام، عدد كبير جدا لو بنقولهم، يمكن فريق ويمكن فريق يمكن مميز جدا، ولاعيبه اساسيين، لعيبه بيظهروا بشكل مميز ويصنعوا الفارق مع فريق النادي الاهلي: وليد سليمان، وليد ازارو، احمد فتحي، جيرالدو، هشام محمد، احمد الشيخ، حسام عاشور، مروان محسن، ومحمد نجيب، وايضا اخيرا محمد محمود اللي اكيد بنتمنى له الشفاء ان شاء الله خلال المرحله القادمه. يمكن بالفعل محمد محمود عمليه الصليبي نجحت بشكل كبير في المانيا، ان شاء الله باذن الله تعود خلال الشهور القادمه احسن من الاول، منتظرينه وكل الدعم ليه من جمهور النادي الاهلي. بينضم لل11 اللاعب اللي احنا ذكرناهم في الغيابات وهو ايمن اشرف الحاصل على 3 انذارات، بالتاكيد النهارده كمان هيكون غياب ايمن اشرف عن خط الظهر. كمان يمكن لو بنتكلم على التشكيله كابتن اسلام المتوقع اللي احنا بنحاول بشكل كبير ان احنا نشوفه في التدريبات، وخاصه التدريب الاخير اللي قاده مستر مارتن لاسارتي امس في تمام الساعه 11 على استاد مختار التتش، يعني لو نقدر نقول الشناوي في حراسه المرمى، خط الظهر من اليمين الشمال كريم ندبد، ياسر ابراهيم، محمد هاني، علي معلول، في المنتصف عمرو السليه وحمدي فتحي، رمضان صبحي، حسين الشحات، وناصر ماهر، وجونيور اجيه. لو في تغيير هيكون تغيير في المراكز داخل الملعب، او ممكن يكون تغيير بسيط يا كابتن اسلام نظرا لعدم وجود وفر من اللاعبين في منتصف الملعب وفي خط الهجوم. اجاي يمكن زي ما تابعناه وشفناه في مباراه شبيبه الثوره الجزائري كان ليه تاثير مميز جدا، ويمكن مجرد نزوله الى ارضيه الملعب كان عامل شكل كبير وادى، يمكن السرو اللي هو عمله كريم ندبد كان موفق جدا، وواضح ان يمكن اجاي جاهز بشكل كبير ان شاء الله لخوض مباريات سواء في البطوله الافريقيه وايضا كمان في بطوله الدوري العام. لحظات بسيطه ويمكن هتنتهي محاضره فريق النادي الاهلي الاخيره هنا في فندق الاقامه، لاكيد مستر مارتن بيتكلم عليها بشكل كبير على التحفيز على التركيز وايضا غلق مباراه البطوله الافريقيه والتركيز بشكل كبير في بطوله الدوري العام. النهارده ان شاء الله في حاله الفوز النادي الاهلي هيصعد اكثر من مركز النادي الاهلي، مركز بشكل كبير جدا في مباريات الدوري العام. عندنا ظروف عديده كابتن اسلام، لكن ان شاء الله باذن الله كل الظروف دي النهارده باذن الله تطبق في الملعب بمجهود واصرار وجديه وعزيمه لفريق النادي الاهلي، وايضا كمان مستر مارتن والجهاز الفني يكونوا موفقين في اختيار التشكيل اللي باذن الله يعود النادي الاهلي هنا من الاسكندريه ب3 نقاط مهمين جدا في مشوار بطوله الدوري العام. وكالعاده كابتن اسلام من خلالك ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي هنكون متواجدين معاكم وننقل معاكم كل كواليس واخبار فريق النادي الاهلي هنا في فندق الإقامة وأيضا كمان في ملعب المباراة. عودة ليك يا كابتن إسلام.